صراحة نهني أنفسنا بهذا الفوز هذا، وكان نقول للناخب الوطني المغربي وليد الركراكي برافو على هذا الجهد هذا رغم الحيف الذي طال الناخب الوطني. نهني أنفسنا ونهني الفريق الوطني المغربي ونهني المغاربة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهارد لك لباقي الفرق المغاربية التي غادرت هذا الحدث الإفريقي. أداء متميز رغم يعني الإكراه ديال 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 الجو، يعني اللياقة البدنية كانت يعني صراحة حاضرة. بالنسبة للفريق الخصم كان يعني صراحة في المستوى، ولكن استطاع الفريق المغربي ان يحقق الفوز 1-0. تحية لجميع المغاربة. الأداء كان في المستوى الحمد لله، وحنا فرحانين حيت طلعنا حتى الكوت ديفوار معنا، وإلا بقينا بهذا الأداء إن شاء الله نديوها. لا أداء ديال زياش كان في المستوى، والتسلسل حتى ديال الزلزولي كان حتى هو رائع. بالنسبة للأداء ديال المنتخب الوطني اليوم كان زوين، وإن شاء الله الكاليفيكاسيون، إن شاء الله الماتش الجاي مع جنوب إفريقيا نربحوه إن شاء الله، وعلاش لا نديو هذه الكوب هذه إن شاء الله، وحنا فرحانين كيف ما كتشوف بهذا الانتصار هذا الزوين، وإن شاء الله الله يوفقنا في الميتش. فرحانين بتأهل المغرب اليوم ومزيدا من التألق في الماتش الجاي إن شاء الله. كمواطنين مغاربيين حنا جد فرحين على أننا حنا اللي نتصدروا هذه المجموعة. غادي نتلاقاو ان شاء الله مع الخصم ديالنا المقبل في الدور 16 اللي هو جنوب افريقيا. ان شاء الله كنتمنوا التوفيق والسداد للمنتخب الوطني اللي ان شاء الله غادي نوصلوا معاه لاعلى الافق. عندنا تطلعات على اننا ان شاء الله نحن على مشارف النظر الى اننا نحن من سنتوج بكاس امم افريقيا الكوت ديفوار. كنشكر كذلك الجريده اللي قدمت هذه التغطيه وكانت دائما على مستوى التغطيه ديال جميع المقابلات، وشكرا. السلام عليكم. الاداء كان متميز، جد متميز، رغم الظروف الصعبه ورغم الرطوبه العاليه الا ان الفريق الوطني ابان عن قتاليه، وكنشوفوا التغييرات اللي دار السي وليد الركراكي كانت تغييرات في المستوى، وقراءه ديالو كانت قراءه متميزه، وكنتمنوا ان شاء الله القادم يكون افضل، ونحاول الدور ثمن النهائي ان شاء الله نحاول نفوز على جنوب افريقيا، ولما لا هذه هي الفرصه ديال هاد الشبان اللي كاينين دابا، هذه هي الفرصه ديالهم باش يتاهلوا، وهذه هي الفرصه باش نفوزوا من بعد ازيد من 1976. والحمد لله هذه غتسنه تكون سنه كاس، والحمد لله الكاس غتبقى مغربيه، و 2025 غتكون الكاس الثالثة إن شاء الله هنا في المغرب. وكنشكروا جميع مكونات الفريق الوطني من مساعد المدرب اليوم اللي أبان عن واحد التواصل، وعن تواصل بينه وبين وليد الركراكي. وليد الركراكي اليوم مالغري عدم التواجد ديالو في دقة الاحتياط، إلى أن النتيجة بانت على أرض الواقع، وأن التعليمات ديالو وصلت بسلاسة رغم الضغط الاخير، رغم الضغط الاخير اللي كان من جانب الفريق الزامبي، الا ان التكتيك والروح القتاليه ديال اللاعبين حاولنا ننتصروا، والحمد لله الانتصار عن جدار واستحقاق. ونتمناو والحمد لله فرحنا بزاف البارح الفريق الموريتاني، وكذلك تاهل فريق كوت ديفوار، وهنيئا للجميع وهنيئا لجميع المغاربه، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.